حكيت في ذهني، مع طبعا حكايات أخرى مرأت فيها بالكتابة عن علاقة الخيال أو الشخصيات الأدبية بالواقع، بالواقع المعاش. وهي مش أول مرة، بس هاي المرة كانت هيك المرأة كانت هيك عنيفة عمليا وقالت لي أنت كذاب. وقتها أنا تبعتها وقلت لها هذا أفضل مديح يعطى لكاتب، أن تصدقي كتبه ولا تصدقيه. فكلمتها أني أنا كذاب أعادتني إلى موروث، بتعرف عند العرب بالنقد العربي القديم كانوا النقاد يستخدموا كلمة كذب للدلالة على الاستعارة والكناية وال وبالتالي أعزب الشعري أكذبه. فالكذب في الـ في الـ في القاموس النقد العربي، للأسف ما بقى نعرف هذا القاموس العربي الكلاسيكي، مع أنه النقد العربي الكلاسيكي أعطى قامات كبرى وبيعلم كتير عن الأدب وعن معنى الأدب، وصولا يعني لنظرية الجرجاني عن معنى المعنى، اللي هي واحدة من أنا رأيي من 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 أهم النظريات الأدبية بتاريخ الأدب بالعالم. فعلاقة الكاتب بالكذب والصدق علاقة ملتبسة، لأنه الحقيقة أنت ككاتب لا تستطيع أن تكتب رواية، يعني بتبلش تكتب رواية بعدين إذا لم تقتنع بأن هذه الشخصيات حقيقية لا تستطيع أن تتابع، فبالتالي تصبح شخصيات حقيقية فعلا بالمعنى بعلاقتها فيك. و بذكرتك أنت ككاتب من الصعب أن تميز. يعني لما برجع لكتب كتبتها من 30 سنة من الصعب أن أنا عشت مثلا مع أليس بطلة رحلة غاندي الصغير 3 سنوات كتبت الرواية. الآن أنا أتذكر إليس كأنها كانت موجودة وهي لم تنوجد قط طبعا، فمن الصعب أنت أن تميز. فكم بالحري القارئ، ومقياس أنا برأيي مقياس ال 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 مقياس أدبية العمل الأدبي هو أن لا تستطيع التمييز. يعني في اللحظة أنا في اللحظة التي لا أصدق فيها أن هذه الشخصية هي حقيقية لا أستطيع أن أتابع الكتابة، فبالتالي القارئ لن يتابع القراءة. فأحد شروط لعبة الأدب هي أن تعتقد أو تشعر أنك أمام شخصيات حقيقية، بينما هي شخصيات متخيلة بس بتصير أنا برأيي حقيقية، لأنه أنت بتعاملها كأنها حقيقية وتدخل في وعيك ولا وعيك بصفة حقيقية. مش هناك الشخصيات الأدبية الكبرى، يعني أنا رأيي مثلا هاملت حقيقي أكثر من شكسبير، لأنه في التباسات حول شكسبير ومدام بوفاري أكثر من فلوبير، بس لا يوجد مدام بوفاري معروف أنه فلوبير كتبها، بينما يعني شكسبير يعني في التباس أنه هل هو كتب مسرحياته أم لا. بصرف النظر عن هذا النقاش إذا شكسبير كتب مسرحياته أو لا، كان موجود أو لا، كان هاملت أو لا، أو عدة أشخاص، أكيد هاملت كان موجود. فبتصير الشخصية الأدبية أكثر حقيقية، المتخيلة أكثر حقيقية من الأشخاص الحقيقيين، من حتى من الكاتب نفسه. وبالتالي هيدا يطرح عليك ككاتب، يعني دائما بيطرح عليه سؤال أنه أنت هيدا أنت، لأنه مثلا بالرواية الأخيرة أولاد جيتو طلع كتير كتابات أنه هيدا أنت، لأنه بيحكي يعني آدم بيحكي مثلك. ما خطر ببال النائد انه بالعكس انا بحكي مثله، يعني انا تعلمت منه، مش انا علمته، لانه انا تعاملت معه بصفته شخصية حقيقية وصار حقيقي لدرجة انه فرض علي حضوره. فهذا هلا طبعا في شخصيات اخرى مرة عن يالو قالوا لي انت يالو، قلت لهم يالو لو قلت لهم ياريت انا مثل هاي المرة لما قالت لي نهيلة بتعرفها، قلت لها يا مدام لو انا بعرف نهيلة ما كنت كتبت باب الشمس، كنت تجوزتها. انه ليش اكتب اذا في هيك مره انا اقعد اكتب عنها، بروح بتجوزها، يعني بروح بحبها بعمل علاقه معها. فبالتالي هذه الالتباسات انا رايي هي جوهر
وهي موجوده العمل الفني يعني. بكل مش بس بالادب حكينا عن شكسبير بس امرؤ القيس هل امرؤ القيس يعني عميد الادب العربي طه حسين عامل نظريه كامله انه امرؤ القيس لم ينوجد قط طيب اوكي لنفترض انه طه حسين انا ما بعرف اذا معه حق ولا بهمني قصائد امرؤ القيس وحكايه امرؤ القيس الملك الظليل الحكايه حقيقيه فعلا هلا بصرف النظر اذا وجد او تالف وهذا غير انا برايي غير مهم على الاطلاق المهم ان يكون حقيقيا ان يمتلك حقيقه ادبيه فمن هيك يجب التمييز بين الحقيقه الادبيه والحقيقه التاريخيه فعلا فهذا طبعا لا يتاتى الا في الاعمال الفنيه الناجحه الاعمال الفنيه التي تستوفي شروط الطليعيه الادبيه لا اظن ان الادب التجاري او المبتذل اللي يحقق مثل هذه القامات لكن مساله الكذب لانها مهمه خاصه ان لها محمول كلاسيكي في النقد الادبي العربي تعود في 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 اولاد الجيتو قصه ادم لان ادم هنالك محاججه او مساجله حول عمل باب الشمس في لان في في, في الروايه وبعض النقاد قرأوها على انها جزء ثاني منها هي فعلا يتهم إلياس خوري والمخرج الإسرائيلي الأصلع بأنهما كاذبان أيضا صح. تعود مسألة الكذب لا صح لأنه آدم كان على قناعة أولا آدم يعرف خليل أيوب فعلا وظهر خليل أيوب في أولاد الجيتو وسيظهر أولاد الجيتو هي مبدئيا هي ثلاثية هي ثلاث روايات بس منفصلة عن بعض وسيظهر كثيرا في الجزئين المتبقيين هو يعرف خليل أيوب راوي باب الشمس وأكيد يذكري لا يعرف خليل أيوب يذكري ألف خليل أيوب أو تخيل خليل أيوب فبالتالي لما الشخصية الأدبية تستقل هذه الفكرة لما الشخصية الأدبية تستقل عن مش تستقل عن الكاتب تستقل عن كل شيء يعني تصير كائن حقيقي فيجي أنا رأيي من العدل من ال من ال من ال من الشرعي مش من العدل من المشروع التعامل معه كشخصية مستقلة آدم بمحاججته آدم ما بس حاجج إلياس خوري آدم حاجج كنفاني وحاجج أمير حبيبي وحاجج أمس عوز يعني وإلى آخره فهو كان لأنه شكل رواية أولاد الجيتو أنه هي مش رواية عمليا يعني هي أو آدم هو يكتبها كان يفترض أنه يكتب يوميات ومسكرات ونقد أدبي وخلطة عجيبة ليس للنشر ومش هو يعني كان متأكد أنه بده ينشرها بده يعيد النظر فيها فلما أنا قررت أنشرها تركتها مثل ما هي لأن أنا رأيي ولذلك السؤال هل أن القصة تبدأ في الصفحة 19 عندما تبدأ القصة أم تبدأ في الصفحة الأولى عندما يتسلمها إلياس خوري لا أنا رأيي هي تبدأ في الصفحة الأولى لأنه التسلم المخطوط يعني أنه وصول المخطوط ووصوله كاملا وشلل المؤلف عن أي تعديل لأن المؤلف إذا متذكر بالمقدمة فكر لما وصلت له المخطوط أنه يسرقه وعاطي أمثلة عن السرقات وسرقات المتنبي يعني عادة فنية عادة أدبية والأدب يعني الأدب قائم على السرقة المشروعة شرط أن تحسن يعني أن تمحو الأثر هيك أدب ندخل فيها هذه قصة أخرى فهو فكر يسرقه وما فشل انه يعيد كتابتها يعملها روايه مثل الروايه فشل لانه لقاها ما بيقدر هو فوق قدرته هي عمليا انا عم اقول انه هالمرحله او عم هيك احساسي وهذا اللي دفعني لكتابه اولاد الجيتو بهذا الشكل انه لما بنوصل نحن للب الاشياء بتصير انت ككاتب عاجز انت ككاتب يجب يعني أن تنصاع للحياة بالأخير نحن كلنا كنا شباب وطليعيين وثوريين وأنا مش عم أقول ما لازم نغير التاريخ ما عم بحكي عن التاريخ بعدني لازم نغير التاريخ عم بحكي عن الحياة بالأخير تكتشف مع العمر مع النضج مع التعلم ومع اكتشافك أنك لا تعرف شيء أنا وصل عمرك فوق 60 وتكتشف ان كل شيء قراته درسته كتبته نضلت لا تزال لا تعرف القليل فاولا تعطيك التواضع
يعني فعلا بدك توضع قدام الحياه وتجبرك على ان تفتح ابوابك للحياه. ليك المفارقه الفظيعه لما نوصل على حافه الموت نكتشف انه يجب ان نفتح للحياه، كانه الموت هو الشكل الاعلى للحياه. عندما كنت طفلا نعم وكنت قارئا ناهما، عندما تعجبك قصة ويرتبط هذا بمفهوم، كنت تزعم أنك مؤلفها ولم تكن تظن أنك تخادع الناس، كنت تعتقد حقيقة أنك مؤلفها؟ لا، ما كنت أقول للناس أني مؤلفها طبعا. لا، عندما كنت طفلا أنا كنت يعني بصدفة غريبة، يعني كان عندي ناس، جدتي بشكل أساسي كانت تحفظ المعلقات، وأنا لا أذكر متى حفظت مقاطع كبيرة من المعلقات. يعني إذا بتقول لي إمتى أنت، من إمتى بتعرف معلقة مرور القيس، بقول لك ما بعرف، لأنه يبدو قد ما بهالجو صار جزء من تكويني لدرجة إني ما بحس إني قريتها. يعني نحن الطفل كيف بيتعلم الحكي؟ بيقلد امه بيقلد امه، مشان يقول لغه الام، لغه الام. بس انت عم تحكي هلا لن تتذكر انك تقلد امك. صحيح، بتصير هاي جزء من اللاوعي تبعك. فانا بظرف، بشرط خاص وصدفه، انه هاي المره كانت مره خارقه، انا برايي هي مره خارقه، كانت تحفظ هذا الشعر وكانت تحفظني. هل كان ذلك سائد في 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 تلك الفتره التاريخيه في لبنان او في الشام ان سيدات متقدمات في العمر يحفظن الشعر؟ لا طبعا طبعا، كان السيدات يعني من لازم يكونوا من فئه، يعني من فئه مش اجتماعيه بالمعنى الاقتصادي، من فئه مثقفه، معنى ثقافي، من فئه مثقفه. يعني انا جدتي كانت يعني طبعا من عائله من بيروت، من الاشرفيه، والدها جلب لها وهي طفلة شيخا وكاهنا لتدريسها اللغة، الشيخ مشان يدرسها القرآن لتتعلم اللغة العربية والشعر العربي القديم، وكاهن ليدرسها المزامير والإلى آخره. فكان ببيتهم هذا التقليد، لأنه كان وقت البنات صعب يروحوا على المدارس، فهي درست ببيت أهل بيت بيا، لأنه بيا كان يحب الثقافة بهالطريقة. فتأرجع على الموضوع، فأنا بلا وعي بعرف أدب من دون ما أعرف إمتى درسته، إمتى قريته. مثل ما لما هلأ نحن بجيلنا، هلأ طبعا خلص هيدا صاروا بيحضروا الناس تلفزيون وولد ديزني، نحن بجيلنا وأن نعرف قصص ألف ليلة وليلة قبل ما نقرأ ألف ليلة وليلة. فأنا لما قرأت ألف ليلة وليلة أحسست أني أنا لا أقرأه، أنني أعود إليه لأنني أعرفه، أنا لا أعرفه طبعا. فهذا الشعور أنه اختلاط هذا المركب الثقافي والأدبي بلا وعيك بيعطي أنا برأيي مفاعيل هائلة، وبيخليك تشعر أنه هي جزء منك، مش أنه أنت ألفتها بالمعنى التفنيس، يعني معنى عم نضحك على العالم ونكذب عليهم. هلأ طبعا في روايات، وأنا كتبت مرة نص، في روايات أنا كان عمري مثلا أول ما قريتها 14، الغريب ألبير كامي، بعد رجال في الشمس لكنفاني، بعد فلوبير، غيرت حياتي تغيير جذري بكل المعاني، بمعنى أنه مثلا أنه أنا حفظت مقاطع كاملة من الغريب، بعرف عن مش 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 حفظت حالي قد ما قريته، وأنا قريته بالإنجليزي وبالفرنسي بالعربي. كان ترجمه الله يرحمه سهير دريس بدار الأداب. ف رجال في الشمس شرحه، تعاملت معه بهذه الطريقة لدرجة انه صاروا جزء، انا رأيي منه تعلمت الكتابة. فعلا منه تعلمت الكتابة ومثل ما من امي تعلمت اللغة والى اخره. نشأتك في الحي الأشرفية، الحي البيروتي الذي تحدثت عنه في رواية الجبل الصغير،
كانت في جو ثقافي مطبوع بالتأثيرات الفرنسية أكثر من التأثيرات الأخرى الأجنبية؟ الحقيقة بجيلي أنا، يعني أنا مولود سنة 48، لا كان المهيمن العربي، العربي. هاي الهيمنة الفرنسية جاءت لاحقا. وأنا يعني رأيي الهيمنة الفرنسية الثقافية على جزء من الثقافة بلبنان جاءت بعد الاستقلال. قبل الاستقلال كان في إليت، نخبة مفرنسة، وكانوا يكتبوا بالفرنسي وعندهم مجلة اسمها لفينيسيان، ومنظر دولة لبنان الكبير الأساسي ميشيل شيحة كان يكتب بالفرنسية، وعندنا شعراء كبار. عندنا رأي جورج شحادة، واحد كبار شعراء الكون، يكتب بالفرنسية. ولكن هيدا الفرنكوفوني الماشي بالشوارع، هيدا بطفولتنا ما كان لم يكن موجود. كان نحن أكثر الثقافة العربية مهيمنة، ونقرأ جرير زيدان ونقرأ وهذا جاء لاحقا. جاء لاحقا أن رأيي بفعل بده تحليل يعني معمق، بس أحد عناصره الأساسية هو فشل المشروع الوطني، فشل الاستقلال. أنت مشتهر في كثير من البلاد العربية أنك كاتب فلسطيني، كثير ينسون أنك لست فلسطينيا بالجنسية طبعا. أنت كاتب لبناني وتقول عن نفسك أنك لبناني الجنسية وفلسطيني الروح، فلسطيني القلب والبوصلة. هل يمكن القول أن بداية تفتح وعيك على العذاب الفلسطيني كان في عمر 17 سنة، عمر 16 سنة عندما ذهبت إلى؟ نعم صحيح. هذا صحيح، لأنه لا، أولا أنا لبناني، يعني أنا خلقان بيروت وبيروتي وعائلتي بيردي، وكثير مرات في التباسات يعني نقاد يعني مجلات كبرى مثل مجلة المشرق مثلا، اللي أقدم مجلة أكاديمية في الوطن العربي، عامل دراسة إنه ما بيعرف الكاتب، ما بتعرف إذا أنا لبناني أو فلسطيني. تلفنت لها قلت لها أنا بيتي حد اليسوعية، هي تصدر عن المجمع اليسوعية، فكان فيكي بس تلفيلي. بس هيدا لا 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 يزعجني على الإطلاق، لأنه أنا رأيي نحن اللبنانية والفلسطينية والسوريين نحن بلاد واحدة، نحن بلاد الشام. ومشان هيك نحن بعتونا بمصر شوام ولغتنا يعني لهجتنا واحدة، يعني السنتكس يعني العميق. فأنا شخصيا لا أميز بين لبناني وفلسطيني وسوري، وأنا مش قومي سوري. أنا لم أدخل يوما الحزب، وأنا ما لي علاقة بإيديولوجية الحزب القومي السوري. وأنا رأيي ما بدي أحكي عن الحزب القومي، بس لأنه أنا ولا مرة كنت قريب من الحزب القومي، ولا مرة حبيت الفكر القومي الذي عليه تأثيرات فاشية على الإطلاق، ولا مرة كنت هيك. بس هاي بلادنا، توصف واقع، توصف واقع هذا بلادنا كما هي يعني. هلا وبالتالي علاقتي بفلسطين وبسوريا عمليا من طفولتي. يعني تعرفت على سوريا من خلال النازحين اللي اجوا من حوران بالعشرينات وسكنوا ببيروت. كانوا اغلبهم يعني سكنوا بالاشرفيه لانه اغلبهم نصارى. وتعرفت على الفلسطينيين بالمدرسه. انا كنت بثانويه اسمها ثانويه الراعي الصالح بالاشرفيه، وكان ثانويه منفتحه، كان فيها كثير عرب وكان فيها كثير فلسطينيين. واول مره بروح على المخيمات بكتشف المخيمات الفلسطينيه وبؤس المخيمات الفلسطينيه، كان عمري 16 يمكن. ثم بهالفتره نشات حركه فتح، وكانوا حركه فتح فقره كثير. وقت كان فتح ثوره، الثوار دائما فقره، الاغنياء ما فيهم يكونوا صغار. كانوا يجيبوا بطاقات، نبيع البطاقه بليره تبرع لحركه فتح. فاول عمل سياسي انا قمت فيه بحياتي كان لم تبرعات لحركه فتح. واول مظاهره شاركت فيها كان في فدائي فلسطيني من مخيم عين الحلوه اسمه جلال كعوش، اعتقلوا الجيش اللبناني على الحدود اللبنانيه الفلسطينيه، وسحق وقتل
سحلا في سكنة الحلو اللي هي على كورنيش المزرعة ببيروت. فهي أول مظاهرة أنا شاركت فيها، وكانت مظاهرة 66 كانت مظاهرة دموية، يعني أول مرة أنا ولد وبشوف رصاص وبشوف ناس عم يقشطوا حد كان ممكن موت. فهيدا أول بدايات الوعي. بس الحقيقة ال- 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 الوعي العميق جاء بعد هزيمة 67 لما أحسست أنا بالمهانة الكبرى. أنا رحت على مقيم البقعة أول ما الأردن إيه يعني أول النزوح، هيدا النزوح تبع منطقة منطقة وادي الأردن، منطقة الغور اللي طردوا هن أهل الغور، أهل مقيمات الغور لينظفوها الإسرائيليين، والناس سكنوا بمقيم البقعة. ورحت على مقيم البقعة وهذا غير حياتي. وقتها أخذت قرار أنه أنا إذا بحب إذا أنا أتماهى مع المظلومين وأنا بحب بدي ناضل من أجل العدالة، أنا لازم أنضم للفلسطينيين لازم. ولا مر ووقت لم يخطر في بالي أنني معهم من شان الشرف العربي والقومية العربية. هاي الأفكار الكبرى أنا ولا مرة، أنا رحت معهم لأنهم فقراء ولأنهم مشردين ولأنهم مظلومين. وهيدا الحافز الأساسي اللي خلاني أنا ابني يعني بلش حياتي بالنضال أو بالمشاركة. واحد يقول نضال نعم كبير علي. نعم أنا إنسان يعني المطلقات إنسانية يعني أنا إنسان عادي. المطلقات إنسانية بالمعنى وسياسي وسياسي. نعم هاي أنا برأيي هاي سياسي. نعم سياسي مش هي في عمقها الإنساني يعني طبعًا ليس طبعًا طبعًا إنه سياسي إنه أنا معهم لأنه مظلومين ولأنه نعم فقراء ولأنه مشردين. ولما كبرت وكبر وعي شوي اكتشفت إنه أهم نقطة بالقضية الفلسطينية، مش هيك هي أنا رأيي هي أهم قضية في العالم اليوم، إنه مش بس الفلسطينيين مظلومين ومقهورين، يعني هن ضحية ممنوعة أن تكون ضحية. يعني غطيت الضحية الفلسطينية بضحية أخرى، وكان هذا مبرر لأوروبا تغسل إيديها من الدم اليهودي بالدم الفلسطيني. واكتشافي بعملي وخاصة بعمل الثقافة الحقيقة، لما يعني أنا كنت بال 72 دخلت إلى مركز الأبحاث الفلسطيني واشتغلت مجلة شؤون فلسطينية. هون يعني بلش وعي يتبلور إنه نحن ضحية مزدوجة، وأن تكون ضحية الصمت هو أكثر فداحة من أن تكون ضحية فعلية. لأنه 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 أنت تتألم وممنوع أن تعبر، وإذا عبرت لا أحد يصدقك. وأنا رأيي هذا الوضع بعده صحيح إلى اليوم وليس في العالم. ما بحكي على الغرب، ما بحكي على الوطن العربي. أنا ردود الفعل على باب الشمس في الوطن العربي مذهلة. إنه إيش أول مرة بنعرف هذه الدرجة؟ نعم أول مرة نحن ممنوع. يعني الصمت انعكس، يعني كأنه نحن تبنينا الصمت فغرقت فلسطين بالصمت. هلا أنا بفهم صمت الضحايا وأنا كاتب عنه كتير بأولاد الجيتو. صمت الضحايا شيء آخر، لأنه هاي التروما وهاي رفض، يعني رفض الشعور بالمهانة وإلى آخره. بس في صمت منظم من العالم العربي، لأنه أنا رأيي حرب 42 لم تحصل ضد المشروع الصهيوني وضد إسرائيل. لم يكن هناك حرب، كان هناك حرب بين العرب لاقتسام فلسطين بالتواطؤ مع المشروع الصهيوني. في كذب هائل بتاريخنا العربي كان موضوعي هذا أم لا 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 مخطط لي؟ لا طبعا مخطط. عبد الله وصارت إذا بتقرأ يعني شلايم المؤرخ الإسرائيلي واضح عن 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 الصفقة التي تمت بين عبد الله وبين جولدا مائير. اللي عبد الله فيه أنه بياخد دفع الغربية، يعني
يعني قالوا العرب انه هن ضد التقسيم، وذهب قائد يعني كانت قائد الجيوش العربية منوطة بالأردن بالجيش العربي اللي كان قائد وقلب باشا قائد العسكري، وذهبوا العرب لتنفيذ التقسيم. فهذا يعني أنت أمام واقع المشكلة عربي مش عالمي. أنا كل واحد بيقول لي الرأي العام، أنا ما نحل مشكلتنا هون، منشوف العالم المشكلة هون مش هونيك، واللي مع فلسطين هون كذابين. وهي مرة أنا ما أدري وين كنت عملت مقابلة بجريدة الأيام الفلسطينية إنه أنت بتحب فلسطين، تقول لا أنا ما بحب فلسطين، بحب الفلسطينيين. أنا ما بحب فلسطين، أنا بحب الشعب الفلسطيني. وإذا فلسطين إلى معنى لأنه فيها الشعب الفلسطيني، ما فيها شيء تاني له معنى فلسطين. وإذا فلسطين مقدسة لأنه تقدست بدماء الشهداء، ولا شيء تاني بيقدس فلسطين. ففلسطين إلى معنى بهالمعنى. أرجع على حالي، سوري أنا اندفعت إلى ال 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 هذا ال يعني هذا الوعي دفعني الأول الإنسانوي اللي سميته حضرتك إنساني، فينا نسمي إنساني، إنه أنا أتماهى مع الفلسطيني، بالتالي صرت فلسطيني. يعني فأنا فلسطيني يعني إذا بدك الحقيقة. هلأ أنا ما عندي مرة وقت صارت قصة، أنا عندي أحلى، أنا برأيي أحلى 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 جائزة أخذتها بحياتي ولن أخذ أي جائزة بمستواها، هي لما مجموعة من الشبان الشابات الفلسطينيين عملوا ضيعة باب الشمس بمنطقة القدس، وكنا سنأتي بعرف بس لا بنأتي عليها، بس أنا عم أقول أنا أنه بالأخير هيدا بيعني أنه مش أنا فلسطيني، مش أنا نقيت فلسطين من بعد حادثة باب الشمس القرية، فلسطين نقتني. وإذا واحدة مثل فلسطين بتنقيك ما فيك ترفض، ما فيك ترفض. هذا عز الشرف. شيء لا يذكر كثيرا لكني أريد أن أستوضحك فيه، أنك درست علم الاجتماع والتاريخ في بيروت، ثم درست نفس الشيء في باريس. نعم. أظن أطروحتك هنا كانت عن النهضة، فكر النهضة وجمال الدين الأفغاني. هون نعم. طبعا الماجستير كانت عن جمال الدين الأفغاني، لا بفرنسا كانت عن الحرب الأهلية. الحرب الأهلية نعم، لأنك تقول إن اللبنانيين لم يكتبوا كثيرا عن الحرب الأهلية الأولى. نعم. لم يكتبوا. نعم. لم يكتبوا أبدا، مش كثيرا. لم يكتبوا قط. يعني أنا لما بلشت حرب الأهلية اللبنانية الحالي يعني 75، نعم، رحت فتش بالأدب، ما فيش، في شوية مذكرات شوي، نعم، وفقط. ورواد عصر النهضة يعني كبار، هدول أساتذتنا، هدول اللي صنعوا اللغة العربية الحقيقة الحديثة. نعم. يعني الشدياء واليازجي والبساتين وإلى آخره، كأن الحرب الأهلية لم تكن. وأنا رأيي بسبب، وأنا رأيي هون في إشكالية كبرى. الحرب الأهلية الأولى كانت حرب طائفية. نعم. طبعا. يعني هاي فينا نقول الحرب الأهلية الثانية مشربكة أكثر. نعم. أولها على الأقل. نعم. كان في مقاومة فلسطينية وحركة قومية أو قومية عربية وما بعرف شو، فينا نبررها ويسار. نعم. نعم. هون الحرب صافية طائفية. أستاذ الياس، لابد أن نذكر، لأن جمهورنا ليس جمهور لبناني فقط، أنا نعم. لابد أن نذكر أنها كانت بين الموارنة والدروز. نعم. بين الموارنة والدروز بجبل لبنان، وعمليا دامت 20 سنة. نعم. من عام 1840 إلى 1860. نعم. طويلة. وانتهت ببروتوكولات أعلنت فيها قيام متصرفي جبل لبنان، يعني دولة لبنان الصغير يلي كان عندها حكم ذاتي بقلب الدولة العثمانية. نعم. فلأن طائفية مخجلة. شو بتقول؟ أنا بقتل واحد لأنه مش مديني، إنه عيب لواحد مثل الشدياء، يلي الشدياء نصراني أسلم، ثم قيل في النهاية إنه مات نصرانيا، مع إنه مشان هيك الشدياء ما حدا بيقدر يدفنه، عنده مدفن خاص بالحزمية، هذا بنعمل عنه إذا بدكم يعني أنتم شعرها يعني. مدفون لحاله، بلا لا المسلمين بدهم إياه ولا المسيحيين بدهم إياه.
فواحد مثل احمد فرشيد يكون يحكي عن الطوائف، ما هو بيحتقر الطوائف. فهن انتجوا ليغطوا الحرب الاولى الطائفيه الاولى الفكره العروبه والقوميه وانا رايي هاي الافكار عظيمه. انا مع فكره العروبه والى اخره، بس انا مفاجاتي ونقدي كان انه اذا انت لا تعالج ماذا جرى لن تتحوله الى تاريخ، بل ستتركه ذاكره تعيش في الحاضر. والحقيقه مفاجاتي الكبرى كانت ببدايه الحرب الاهليه اللبنان الاولى 75، والدي رحمه الله انا قاعدين عم نتحدث، بدا يخبرني قصص من الحرب الالف القرن التاسع عشر. طبعا ابي لم يكن قد ولد ولا جدي كان ولد اذا ما نحسب التواريخ. فروى لي والدي قصصا كانه شاهدها، معناتها هذه القصص تروى شفهي. بقيت بالشفه وبقيت حاضره لانه الثقافه لم تقم بدورها وتحولها الى تاريخ، فبقيت تذكرا. وانا رايي التذكر بهالطريقه هو مدمر، لانه يجب الماضي تحطه باطاره كماضي، تحلله، تدرسه، تفهمه، تنتقده، لا تقدر تبني المستقبل. فمشان هيك انا اول حرب الاهليه اللبنانيه انا اذكر جيدا، يعني كنت ناشر الوجوه البيضاء يمكن، فالتقيت بصديقنا واستاذنا الكبير ايميل حبيبي، فبقول لي يا الياس كيف بتسترجي تقول هيدا مسيحي وهيدا مسلم؟ قلت له يا ايميل ما هيدا مسيحي وهيدا مسلم، شو انا اقتلعته؟ قال لا انا ما بقدر. هو ما بسمي اسامي لا لا لا. قلت له اذا لازم تغير اسمك استاذ ايميل، لانه ايميل ما فيكون الا نصراني. فهذا هيدي بقى مين حبيبي استاذ كبير طبعًا. وانا مش عم انتقده، انا حبيبي طبعًا. حبيبي طبعًا. لكن الواقع الاجتماعي لكان هو بس هي الفكره انه هيدا يجب ان لا نقترب منه. وهذا الذي يجب ان لا نقترب منه انفجر فينا، انفجر في لبنان، والان ينفجر في المنطقه باسرها باشكال مختلفه واشكال اكثر وحشيه واشكال اخطر. انه الحرب بين المسيحيين والمسلمين اهون بكثير من الحرب بين المسلمين، بين السنة والشيعة وإلى آخره، لأنه هديك إلى تاريخ ودموي فظيع. المسيحيين ما في تاريخ، ما في تاريخ حروب، في تاريخ إنه شوية اضطهادات كان لابد منها، يعني مثل كل الأمبراطوريات. فأنا رأيي هذا الخطأ الثقافي أورثنا، أكان مش هو السبب الوحيد طبعاً. ما في سبب ثقافي للتاريخ وإلا بنكون يعني شوية سلسجية مبالغين. طبعا في أسباب اقتصادية واجتماعية وديولوجية والآخرية، بس هذا أحد أسباب الانحدار الذي يجد المشرق نفسه فيه. أنا رأيي هذا خطأ عصر النهضة وكتاب عصر النهضة وكتاب بشكل خاص الشوام، يعني اللبنانيين، لأنه الحرب الأهلية اللبنانية بتعرف امتدت إلى دمشق. أي طبعا كان الأمير عبد القادر دور كان عبد القادر وإلى آخره، هو حمل النصارى وما بعرف شو. الكتاب الشوام انا رايي مذنبين، كتاب عصر النهضه مذنبين او اخطاوا في تعالي عن الواقع، في لا مش تعالي، في طمس الواقع. عندما عدت الى 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 بيروت بدات العمل في مجله شؤون فلسطينيه، في بدات العمل في مركز الابحاث كباحث. ثم صرت اكتب زاويه شهريه مجله شؤون فلسطينيه اسمها ثقافه، كنت راجع فيها مجموعة كتب كل شهر. وبعدين وكان وقتها رئيس تحرير دكتور أنيس صايه. وبعدين لما صار محمود درويش رئيس تحرير، صرت أنا سكرتير تحرير المجلة، وصرت يعني متفرغ كليا للمجلة، يعني مش للمركز. في تلك الفترة انعقدت بينك وبين كثير من رجالات الثقافة وشخصيات الثقافة العربية صداقات، منهم محمود درويش طبعا، أدونيس في مجلة مواقف، أدونيس قبل ذلك، هشام شرابي،
مواقف هدول مجموع كان في. يعني انا بلشت حياتي الادبيه الفعليه لما دعيت كان عمري 22 سنه يعني لعضويه هيئه تحرير مجله مواقف. نعم. والحقيقه يلي دعاني هو السيده خالده سعيد اللي هي زوجة يلي هي ناقده شو زوجة هي طبعا. ناقده كبيره وامراه عظيمه. وبهالاطار التقيت كنا كانت هيئة تحرير مجلة مواقف مدرسة كبرى كان فيها صادق جلال عدن وهشام شرابي وبولند الحيدري وبعدين انضم لها من الجيل الثاني كمال ابو ديب وكمال بولاطة وسمير الصايغ ومنى السعودي واخرين. وهي كانت اول نافذه لإلي الحقيقه على هذا العالم المعقد تبع الثقافه الطليعية ما يسمى انا ذاك كان الثقافه الطليعية اللي مواقف كانت امتداد عمليا لمجله شعر ولكن بنكهه اكثر يساريه. وقتها كان في موجه يساريه وفلسطينيه وانفتاح على الفلسطينيين. واذكر بال 74 كتبت افتتاحيه مواقف لانه طلعنا مجموعه شباب على كفرشوبه. كانت كفرشوبه اللي هي قريه في العرقوب هي القريه الاماميه تبع العرقوب تتعرض لقصف اسرائيلي شديد. وعملنا مجموعه لاعاده بناء كفرشوبه فكتبت افتتاحيه مواقف عن اعاده عن هل اعاده بناء كفرشوبه. الحقيقه لما كنت مركز الابحاث انضم محمود درويش لفتره الى هيئه تحرير مواقف. بس كنا انا وياه نشتغل فرد محل يعني كنا اصدقاء يعني محمود درويش مع ادونيس اي كنا فرد كنا كان عضو بهيئه التحرير. وبعدين طبعا سبلنا كلنا افترقت يعني نحن انصرفنا انا ومحمود لشؤون فلسطينيه وادونيس تابع مواقف انا تبعت مع يعني انشر مواقف واكتب مواقف وفتره اشتغلت مواقف اكثر بس خلص كان الـ كان الـ والانفصال يعني حدث فعليا لما محمود درويش وانا اصدرنا مجله كرميل سنه 81 ببيروت بعد ما استقلنا من مجله شؤون فلسطينيه لاسباب هي اسباب لها علاقه بالخلاف مع القياده مع الاخ تستحق الذكر مع الاخ كان مقال نشره ناقد عراقي او شيء لا هي اللي صار انه مجله شؤون فلسطينيه كانت مجله مستقله وطبعا السلطه سلطه مهما كانت يعني مع انه نحن ما كنا معارضه للسلطه القياده منظمه ما كنا بمعارضه قياده منظمه التحرير بس كنا نقديين مثل اي مثقف والى اخره لوضع اليد على المجله اخذ قرار انا كنت ضحيته الحقيقه باعتقالي وطبعا ما اعتقلت لانه وقت انا فعلا كان ما بدي اعتقل لاسباب تقنيه لانه انا من الاشرفيه واهلي استاذ الياس لابد هنا من الاستفسار لابد من الاستفسار يعني منظمه التحرير الفلسطينيه في ذلك كان لها سجون كان لها معتقلات في لبنان طبعا انت تطرقت لذلك في باب الشمس مثلا لا طبعا طبعا كان في سجون بعلم السلطه اللبنانيه ما في سلطه كان يعني السلطه كان ضعيفه جدا وكان في سجون وكان في قضاء ثوري والفرق انه الحركه المهيمنه الكبرى كانت حركه فتح ما صار فيها اعدامات ما كان في اعدامات على الطريقه الجزائريه اذا واحد بده يقارن بس ايه كان في سجون طبعا كان في سجون لم تعتقل فانا كان ما بدي اعتقل لانه اهلي بالمنطقه المسيحيه الشرقيه كانت بيروت وقتها مقسومه الى جزئين غرب شرقيه وغربيه أنا كنت أقيم في الغربية لأنه أنا تركت طردت من الشرقية طردوني الكتائب كنت من أول المطرودين تاني يوم هي بلشت حرب 13 نيسان 14 نيسان إجوا لي على البيت وطردت لأنك تعتبر فلسطيني لا لأنه كنا بالجامعة وكنا نتخابط مع الكتائب وكان بشير يلي قائد الكتائب اللي صار الجمهورية بشير جمايل يعني بأيام الإسرائيليين بعدين قتيل كان هو زعيم طلاب الكتائب وكنا نحن من زعماء طلاب اليسار والفلسطينيين وكان متخبط فتذكرني او تذكروني ما بعرف مين تذكروا فيه المهم
فمشان هيك انا ما كان بدي اعتقل، مشان اهلي ما ينهنوا انه هذا راح عند الفلسطينيين، الفلسطينيين اعتقلوه. المهم انحلت يعني انه ما اعتقلنا، انحلت بطريقه ما، بس بعدها قررنا انا ومحمود نستقيل. فاستقلنا، محمود راح على تونس اشتغل بالالكسو، الكسو منظمه الثقافه والتربيه والعلوم التابعه للجامعه العربيه، نعم، لمده سنه، وانا رحت على جريده السفير، صرت مسؤول قسم الثقافه بجريده السفير. اي عام هذا؟ 79. باخر الثمانين بيرجع محمود وبيقول لي، هو اتفق معهم انه خلص حلو عنا، وبنعمل مجله ادبيه اسمها الكرمل اذا بشتغل انا فيها معه. فاشتغلنا فيها وكنت انا مدير تحرير وهو رئيس تحرير، وبقيت انا يعني برئيس باداره المجله بعد الغزو الاسرائيلي على لبنان. بعدها انا رفضت اترك بيروت، والمجله كان لازم تترك بيروت. المجله راحت على قبرص، ووقتها صار يشتغل، تعددوا الناس اللي اشتغلوا مع الاستاذ محمود. بالاخر رسيت على سليم بركات، على الشاعر. نعم العراقي السوري، السوري الكردي. نعم الشاعر السوري الكبير، حقيقه هو شاعر كبير الذي له لغه لا شعر لا تضاهى لا تضاهى. سليم بركات، بس انا بقيت يعني انشر بين آن وآخر في الكرمل يعني. وكانت مجلة لامعة، مجلة متميزة. لا كان مشروع الكرمل، كان مشروع متميز، لأنه غير يعني اللي اشتغلوا بإدارة التحرير والتحرير، كان في مجموعة من الناس اللي تعاونوا مع الكرمل، بيناتهم الناقد السوري الكبير صبحي حديدي، وقاسم جهاد العراقي، قاسم جهاد، حتى فيصل دراج كتب. فيصل فيصل مرق فترة كمدير تحرير، فترة قصيرة جدا. فكان فيها جو، أنا رأيي الكرمل كانت مختبر مش بس فلسطيني، مختبر عربي كبير. فلأنه لما طلعنا بالكرمل خلص افترقت الطرق مع مواقف، ومواقف وقت أدونيس ترك البلد يعني، وسياسيا صار في شوية التباسات حول المواقف السياسية. والى اخره، واللي هلا صارت واضحه طبعا في الموقف من سوريا. وان لم تخني الذاكره، اظن العدد الاول او العدد الثاني من الكرمل هو الذي نشرت فيه قصيده بيروت لمحمود درويش. نعم العدد الثاني التي سبقت الاجتياح بعام او كذا. هي كانت قصيده انعملت بمهرجان شعري صار ببيروت، اسمه اظن مهرجان الشقيف الشعري، تيمنا بقلعة الشقيف. نعم. يعني البوفور. نعم بوفور، قلعة نعرفها وصورناها. نعم الساحرة. نعم الساحرة. وألقى محمود هذه القصيدة في هذا المهرجان. وقتها نشرنا بالكرمل هاي الثاني عدد أظن. العدد الأول عملنا فيه مقابلة مع إيميل حبيبة، رحت على براغ أنا ومحمود، لأن ما كان فينا نشوف إيميل إلا بخارج الوطن. نعم. العربي طبعا. وقتها والتقينا بإيميل ببراغ وعملنا مقابلة جميلة جدا. أنا بالنسبة إلي كانت بداية صداقة ومحبة وإعجاب. هو شخص لذيذ. لا شخص عظيم. نعم. نعم. لا إيميل حبيبي لا يتكرر. نعم. وأظن العدد الأول أيضا أو الثاني نشرت فيه ترجمة لفصل مطول من الاستشراق لإدوار سعيد. نعم. وإدوار سعيد كان مواقف، كان إدوار سعيد على علاقة بمواقف، بس لما نحن كان يشتغل بشؤون فلسطينية بلش يكتب لشؤون فلسطينية. نعم. إدوار، وبعدين كان يكتب كتير للكرمل إدوار. وكان إدوار أستاذنا يعني. طبعا أستاذ الجميع. طبعا وهو صديق، وسنتحدث عنها لاحقا. لكن قبل ذلك، قبل أن نتحدث عن إدوار سعيد، أنت مثابر على قراءة الشعر وممكن مدمن على قراءة الشعر مثل ما كان محمود درويش يقرأ الرواية كثيرا. نعم. أيضا يعني، ولعل هذا مما يفسر أن الفنان لابد أن يتغذى من أشياء خارج جنسي الأدبي، خارج جنسي الفني. لك أعمال نقدية مهمة طبعا، عندما سخرت كل جهدك تقريبا للرواية انقطعت نوعا ما عنها، لكن في البدايات كانت لك أعمال نقدية. لا الحقيقة أنا اشتغلت نائد، يعني نائد وروائي، بس صار في تحول. قرار مش تحول. انا اخذت قرار، لانه انا لك ايه سنه 77 او 78 عملت، كان جبره ابراهيم جبره بلبنان، كان يجي بجبره
هي بالصيف يصيف بسوق الغرب بأوتيل فندق كامل كبير بسوق الغرب. للأسف الفندق ما بقى فندق. فاتصلت بجبر وأنا كنت على علاقة بجبر لأنه بعت لي رسالة لما طلعت جبل الصغير أنا ما كنت بعرفه وأنه كتير حب كتابتي وأنه حبني يعني مهم يعني تشجيع هيك أنه كاتب كبير يشجع كاتب ناشئ. فكتير تأثرت فرحت عملت مقابلة طويلة مع جبر ونشرت في شؤون فلسطينية ثم أصدرت أظن في العراق صدرت في كتاب بس مش أنا صدرته هني صدروه يعني. بس بالمقابلة جبرة شخصية لامعة ومتنوعة. جبرة شاعر وناقد فني ورسام ومترجم عظيم ومترجم ترجم شكسبير أحلى ترجمة يعني وترجم فوكنر يلي قلب فيها يعني هو عمل كتابين ترجم كتابين قلبوا الثقافة العربية. الغصن الذهبي تبع فرايزر يلي قلب الشعر العربي صار فيه الأسطورة تموز مموز كله هذا شغل جبرة. فأنا الحقيقة تعلمت من جبرة درس بليغ أنه الواحد ما في شتت حاله هيك لأنه بيظلم نفسه وبيظلم والطاقة اللي عنا إياها لازم تروح على مطرح واحد. كان بدي أختار بين أني أعمل أشتغل بالنقد أو أشتغل بالرواية. والحقيقة الخيار كان تلقائي لأنه الرواية هي مطرحي. فمن هيك أنا توقفت عن كتابة النقد الأكاديمي لأنه دراسات في نادي الشعر هو كتاب أكاديمي عمليا وتوقفت نهائيا. هلا بكتب مرات هيك انطباعات وملاحظات بس أنا مننا أنا يعني كنت نشرت 3 كتب نقد وتوقفت. الشغلة الوحيدة اللي خرقت فيها هذا القرار لما لأنه أنا بحب المسرح كتير وكنت رفقت فرقة حكواتي اللبنانية فترة طويلة لأنه رجع السيف المخرج والشهير طبعا هو صديقي. فلما انفتحت لما صرت مدير مسرح بيروت مدير الفن لمسرح بيروت انزلقت وكتبت 3 مسرحيات واحدة أخرجها روجيه واثنين أخرجهم ربيع مروي. الواحدة الأولى اسمها مذكرات أيوب أخرجها رجع السيف. الثاني اسمه حبس الرمل أخرجها ربيع مروي وكان بطلة الممثل كان رجع السيف. والنص الثالث هو كان نوع من مسرح على بيرفورمانس اسمه ثلاث ملصقات أخرجه ربيع مروي وفقط. هذا الخرق الوحيد اللي عملته ولست نادما عليه لأنه استمتعت كثيرا وثم رافقت بعملي كمدير فني لمسرح بيروت أعمال كبرى. رافقت أعمال جواد الأسد الأولى يلي الاغتصاب والعمر رقم 6 والخادمتان تبع جون جيني عمر رقم 6 تبع تشيكوف والاغتصاب طبعا هي مسرحية سعد الله والنوس. نعم صحيح. ثم رافقت الفرقة التونسية بشكل خاص فرقة فاميليا لأنه نحن مسرح بيروت كنا أول من جيمون على بيروت وقدموا عنا مسرحية فاميليا المذهلة. ووقتها تعرفت على شخصية فاضل اللي هو مخرج كبير جدا وعلى شخصية استثنائية في الثقافة العربية هي شخصية جليلة بكار اللي هي كاتبة وممثلة وبالقطاعين أنا أظن إنه واحدة هي ربما أكبر ممثلة ما بدي أقول بالعالم بس أكبر ممثلة مسرح في العالم العربي على الأقل. وهي من كبار كتاب المسرح العربي ومن جليلة يعني جليلة كانت لما عملنا الذكرى 50 لنكبة فلسطين مسرح بيروت إجت وقدمت تبرعا وهي لازم تنذكر لأنه قديش هالفنانة ملتزمة وعميقة هيك الوجدان قدمت مسرحية البحث عن عدا اللي هي عن فلسطين. وآخرين طبعا توفيق إجبالي مسرح عالمي وإلى آخره. فكانت متعة بس بهالمتعة أنا انزلقت إلى كتابة 3 نصوص مسرحية فقط. إذن قرار واعي بالتركيز على الإبداع الروائي وهذا مفهوم. لكن يبقى كتابك
دراسات في الشعر المعاصر يبقى علامة، لأن هنالك شبه إجماع على أن ذلك الكتاب. نعم يعني إن شاء الله يعني، بس أنه هذا لا أكتب أنا. نعم. الكتب النقدية أنا كتبت بعدين، كتبت تجربة بحث عن أفق أول كتاب. نعم. ده عن الرواية العربية، وكتبت الذاكرة المفقودة، دراسات في نقد الشعر، وكتبت الذاكرة المفقودة. نعم. ثلاث كتب نقدية. ثم نشرت كتاب أنا أعتز فيه كثيرا اسمه زمان الاحتلال. بعد 82، وكان أول هي مقالات كانت نشرت كلها بجريدة السفير، كانت أول صرخة ودعوة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي للبنان لبيروت. وكتب في ظروف صعبة كتير، كان الحكم لحزب الكتائب، وإسرائيل كانت متفشية في كل مكان في بيروت. وهيدا المقالات وهيدا الكتاب هيك بعتز لأنه لعب دور أساسي في تشكيل وعي جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، اللي الشرف أني أنا يعني ساهمت فيها مساهمة صغيرة طبعاً، بس مساهمة أنا بعتز فيها، مش ضروري الجبهة تعتز فيها لأنه أنا شخصياً بعتز فيها. وفقط، والباقي كله انصرفت إلى كتابة الرواية.